معي عبر الهاتف المهندس حمد الضنحاني، مدير مراكز سعادة المتعاملين في برنامج الشيخ زايد الإسكان. مهندس حمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير مهندس حمد. خير والنور والسرور، حياك الله. يا أهلا وسهلا بك مهندس حمد. استيضاح بسيط، أحد الأخوة المستمعين قبل أيام تداخل معنا وذكر بأنه هو قيد من إمارة، نعم، ويمتلك أرض في إمارة أخرى، وأن موافقة برنامج الشيخ زايد الإسكان كانت مشروطة بأن يمتلك أرض في الإمارة اللي قيد فيها. أنا في الحقيقة ناقشته في الموضوع، أنا ذكرت له بأن يعني البرنامج عندهم خيارات ستة إن لم تخني الذاكرة لشكل المساعدة، هي مش مشروطة بشكل واحد. قال والله هذا الحاصل، قالوا لي ما في، ياتي بأرض في المكان اللي فيه قيدك ولا ما في مساعدة. ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟ مساكم الله بالخير جميعا. بدايه بالنسبه للحاصل على مساعده سكنيه، اذا هو صادر له قرار المساعده السكنيه يقدر ينفذ في اي اماره اذا هو يمتلك الارض مثل ما قلت لي. نعم اذا يمتلك الارض يقدر يمر على اي مركز من مراكز، ما يتابع الاجراءات الطبيعيه يعني في تنفيذ المساعده السكنيه هذه. يعني خلنا نقولها بمثال مهندس حمد على اساس اللي مش واضح عنده الموضوع يوضح عنده. انا قيدي، خلاصة قيدي من الشارقة، تمام؟ نعم. وأمتلك أرض في عجمان، أمتلك أرض في إمارة عجمان، قدمت على برنامج الشيخ زايد الإسكان وطلعت لي الموافقة المبدئية، هل يحق لي أني أبني؟ يعني هل البرنامج بيمنعني أني أبني بالمساعدة هذه في إمارة عجمان؟ لا أبدا، ما يمنع، كذا الأرض ملكك، نكمل إجراءات طبيعية. إذا الأرض ملك، أنت مواطن دولة الإمارات يعني تبني وين ما تبغي، إذا الأرض تمتلكها أنت، لكن هو يمكن يبغي يحصل على أرض في إمارة ثانية، هذا مش هذا أمر آخر، مش اختصاص البرنامج. أنا يعني حاولت أبين هالمسألة. المثال اللي ذكرته أخوي، لا هو يقدر ينفذ على أي إمارة ثانية إذا يمتلك الأرض، حتى ولو كانت الأرض منحة ممنوحة لي من الإمارة الأخرى، حتى ولو كانت سواء الأرض منحة. يعني سند منحة أو قرض، إذا حصل عليها كمنحة وهو حصل من البرنامج على قرض بيتم رهن الأرض هذه كما هي العادة، يعني كما هو الإجراء المتبع. نعم نعم. طيب نعم. أنا عندي سؤال آخر كذلك. أنا قيدي حضر. يعني خلنا نفرض الأخ يعني حتى يتضح للمثال، قيدي في إمارة وأنا ساكن في إمارة أخرى مثل حالة الأخ، قيده في دبي وساكن في الشارقة، طلعت للمساعدة الإسكانية، هل يستطيع شراء مسكن في إمارة الشارقة بالمساعدة الإسكانية هذه؟ نعم، حسب اشتراطات الشراء المسكن الموجودة، من عمر البيت، من مواصفاته، من البيئة المحيطة، يتم تقييم المسكن هذا اللي يبغي يشتري ويعطى الموافقة في بعد زيارة المهندس طبعا لتقييم المسكن المراد شراء. الاشتراطات العامة المعروفة أذكرها، يعني مدة معينة من السنوات، كم يعني كم لازم تقريبا يكون عمر البيت ما يتعدى الخمس سنوات، على أساس بعد يكون الافتراضي إنه ما يرجع مرة ثانية يقدم طلب إنه يحتاج صيانة أو غيره. صحيح. فهذه الاشتراطات على أساس هو يتلبي احتياجه السكني لأطول مدة ممكنة. جميل جدا. وهذا ما مشروط بقيد؟ لا مش مشروط بقيد أخوي. يعني من الشارقة بإمكانه أن يشتري بالمساعدة مسكن في عجمان. إيه. لكن ما يكون استثماري مثل ما تقول، يعني في سكن. المجمعات الاستثمارية المعروفة حاليا اللي يتم تأجيرها وغيره. يعني مثل ما قلت لك يتم تقييم الوحدة المراد شرائها سواء من مسكن أو شقة، يتم تقييمها من قبل مهندسين البرنامج بالاطلاع على البيئة المحيطة وغيره، ويعطونا الجواب فيها. واضح جدا، واضح جدا. عندك تعليق، عندك إضافة، عندك شيء آخر حاب تفيد فيه المستمعين حول هالموضوع أو غيره؟ والله ما في شيء أكثر من اللي وضحناه، وإذا محتاجين أي تعليق ثاني أو مساعدة اللي مقدم الملاحظة هذه ممكن يراجع أي مركز من مراكزنا. أنا قبل ما تختم بعد إذنك مهندس حمد، أنا ذكرت بأن هناك ستة أشكال للمساعدة السكنية في البرنامج، صحيح؟ المساعدة السكنية في البرنامج عزيزي هي أما أن تكون دعم سكني قرض أو منحة، أو منحة تنفيذها. طيب. أيوة. تنفيذها يكون عبارة عن يا مسكن حكومي أو أنه يحصل على دعم مالي لتنفيذ المساعدة السكنية أو شراء مسكن جاهز أو شقة جاهز. حلو، يعني أما بالبناء سواء استكمال أو جديد، صحيح؟ استكمال أو صيانة أو إضافة أو جديد. حلو. أو بالشراء، أو بالشراء، أو مسكن حكومي جاهز، أو مسكن حكومي جاهز اللي هو من خلال المجمعات السكنية.
نعم واضح جدا مهندس حمد، شكرا جزيلا لكم، ما قصرت. شكرا في امان الله، حياك الله. المهندس حمد الضنحاني مدير مراكز سعادة المتعاملين في برنامج الشيخ زايد للإسكان.